وحشتيني وحشتيني قوي. انت تعبني تعبني قوي، احترت فيك واثقه في حبك لكن مش مطمنه لك. لانك بتبعدي عني بتجنيني. سلوى انا بحس انك انت جزء مني، يعني المفروض كل اللي افكر فيه او احلم بيه لازم تكون انت حاساه وعارفاه وعايشه فيه، فما بالك بقى لو اختلفتي معايا؟ تخيلي جزء منك يختلف معاكي، ايه اللي ممكن يحصل؟ زعلنا كتير مع بعض بيخوفني منك، مع ان الزعل ده ممكن يزول بالتفاهم. ساعات بحس ان انت عايز تؤمر فتطاع وبس. عشرة مواشي بقى، معلش استحمليني وسامحيني وخديني العالم البني ادمين واحده واحده. لما بتبقى هادي تبقى عامل زي الطفل البريء وبتصعب عليا. كنت هتجنن اليومين اللي فاتوا دول. ارجوك يا سلوى اي خلاف يحصل ما بيننا مهما كان اوعي تبعدي عني، اصبري عليا هتلاقيني رجعت لك. مجرد احساس انك انت جنبي يديني احساس بالامان، لكن لما بتبعدي عني بحس ان برج من نافوخي هيطير. برج ايه ده؟ نافوخي كله. عندي استعداد ما بعدش عنك، بس بشرط تبطل العصبيه بتاعتك ونتفاهم بالعقل. واحده واحده. صدقيني يا سلوى انا ما بعرفش اتمانى في نفسي، لما بتعصب ما بشوفش قدامي غصب عني مش بارادتي. يا ربي وانا هروح فين فيك يعني؟ ما انت ممكن كده تخبطني باي حاجه زي ما كسرت الفاكس. مين اللي قالك كده؟ اكيد الزفت اللي اسمه محسن. محسن قال لي كده بس عشان ما بعتش فاكسات، عشان يقول ان الفاكس باظ. طيب يا محسن الكلب لما ارجع لك انا هوريك. شوف كنا بنتكلم في ايه وده بيعمل ايه. بص يا ابن الناس انا احترت معاك خلاص، قلبي تعب. بص خد الشبكه بتاعتك وامشي. يلا يلا توكل على الله. طب اتفرجي عليها، ده انا نقيتها لك من وسط 20 طقم كلهم احلى من بعض. يا فرحتي بيها لما البسها واموت. ان شاء الله. انا وبعدين الوحش عمره ما يقتل وليفه. عشان بيتجوز بحشاية زيي. وحشاية؟ بس هو الأقوى وبيسخر قوته لحمايتها مش لأذيتها. واضمن منين بقى إن أنت مش هتأذيني حتى في مشاعري؟ خدي الضمانات اللي تعجبك، أنا تحت أمرك. الأول أشوف الشبكة، إذا عجبتني أبقى أقول لك طلباتي اللي مش هتنازل عنها أبداً. طلباتك أوامر يا نور عيوني. يا قلبي يا روحي. الشبكة دي بقى زي بتاعت ماهد ولا أقل؟ انت عارفه كويس قوي ان جدي بيحب العدل، الاتنين بنفس الساعه، بس انا بقى زودت عليهم وجبت المصحف ده. ايه رايك بقى فيه؟ الله، هي دي شبكتك الحقيقيه يا رأف، ودي بقى شبكه جدي. قولي يا مسكين فين دبلتك الفضه بقى؟ كل دولت على دي. شفتي بقى الرجوله تمنها غالي ازاي؟ استفندي خلاص اعمل لك فراوله ولا مانجا؟ ولا فراوله ولا مانجا، ده احنا زهقانين من الحاجات دي. ده ما ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ جميل. اتفضلي اقعدي اقعدي. اتفضليهم يا ست. ربنا يخليكي. لا اني الحاجات دي ما تليقش عليا، اصلا متعوده على الجلابيه المبهوقه دي، واسعه كده وحلوه ومرحرحه. احسن حاجه الواحد يلبس الحاجه اللي تريحه. المهم يا ست امال، انا كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع سلوى ورأفت. سلوى ورأفت ايه اللي هنتكلم عنهم دلوقتي؟ عموما سلوى ورأفت شبعانين كلام يا اختي، دول بيموتوا في بعض. اي أيوة والله اسالينا اني. انت عارفه هما يقعدوا يتناوشوا مع بعض كده ويتخانقوا مع بعض، انما بعد كده بيبقوا حلوين زي الفل شويه كده على ما يتعودوا على بعض. ايوه ست امال، بس بصراحه كده هو انا مش مطمنه لعصبيه رأفت. تحسي انه ممكن يضيع كل حاجه في لحظه. انفعالاته كده هو ملهاش فرامل.
ملهاش فراميل، هو كان عربية. لا والله، ده رأفت دي غلبان وطيب وابن حلال واللي في قلبه على لسانه. أي والله طيب وقريب، بس انت وصي بنتك عليه. أي والله دول روحهم في بقى، وصي خليها كده تبقى حنينة عليه. حاضر يا ستي. طيب الموضوع التاني بقى اللي عايز أكلمك فيه، يعني حقها في الميراث، في أي خلاف عليه؟ أصل آخر مرة أنا حسيت إن الكل معترض. لا الكل راضي ومبسوط، 24 قراط. احنا هنفضل بقى نتكلم في الحاجات اللي ملهاش لازمه دي؟ قولي لي بقى، انت بتجيبي الحاجات الحلوه دي منين؟ الطعم ده بالذات انا جايباه من لندن. لندن؟ بس دي بعيده قوي. ما انا قلت لك اتفضلي. طيب يا ابو سينا، ايه؟ هروح لحاتم بقى. طب اقول لك ايه، روحوا جيبوا الاكل وتعالوا لي على طول. ها؟ اه بس متاخريش، نص ساعه كتير. طيب اول ما اخلص هكلمك. خلي بالك من نفسك. اوكي يلا. الله الله، حلوه عليكي قوي قوي يا امال، حلوه خالص. حسني بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي كنت هتكعور، كعب علي عليا قوي. معلش ما انت مش متعوده عليه. تعالي بصي كده اهوت بقى. شوفي شوفي الجمال، حلوه قوي قوي قوي. اخ بس لو تشيلي الطرحه دي هي وتعملي فورمه في شعرك. اهي اشيلها؟ ما اشيلهاش ليه؟ اهي شلتيه. انت عارفه البنت بوسيني بتقول لي ايه؟ بتقول لي انني ممكن اعمل شعري عند كوافير. اه طبعا، وسهل جدا، وممكن كمان الكوافير يجي لك لحد البيت. يا لهوي ايه الكوافير يجي لي لحد البيت؟ راجل ياد الفضيحي. لا يا اختي. ايه مالك يا اختي اتخضيتي كده ليه؟ بلاش كوافير، نجيب لك يا ستي ست بتعمل الشعر، كوافير تجي لك لحد البيت لو انت عايزه. لو عايزه ده انا عايزه وعايزه وعايزه، بس بسرك. حاضر في سردي. لحظه واحده. شوفي بقى، انت لازم تقبلي مني الهديه دي كمان، جايبها من لندن تجنن. طب وليه بس الاحراج دي؟ مفيش احراج ولا حاجه. مفيش احمر؟ نعم احمر. احمر؟ لا اصل الموديل ده هو بيبقى حلو قوي في الالوان الهاديه. هيبقى حلو عليكي قوي قوي قوي. ماشي انا مش هكسفك، امري لله انا هاخده، عشان بس ما تزعليش مني. بس ان شاء الله ان شاء الله لما اني اتعود بقى على لبس الحاجات ده هي هعلمك انت كمان تلبسي الحاجات بتاعتني. هجيب لك الوليه ام بدا والدلاله تخليكي ايه، أليستا لانش. ها رأفت قلت ايه؟ موافق؟ هتقدري تقنعي جدك بكده؟ مالكش دعوه بجدي، انا هقدر اقنعه. المهم ان انا وانت نكون متفقين على كل حاجه قبل الجواز، عشان يعني ما اكونش فريسه الكلمه لمامتك او باباك. ماشي انا موافق، هعمل لك الشقه اللي انت عايزاها في المكان اللي انت تحبيه. ممكن نروح نقضي فيها الويك اند، ولو حبيتي تعيشي فيها واجي لك كل يوم مش مشكله. لا لا لا، هي بس هتكون منفذ ليا، يعني لو حد زعلني او ما قدرتش اعيش معاكم في البلد. بس برضه هنحتاج لمساعدة جدي عشان هو اللي معاه السيولة. طبعا شقة زي دي لازم تبقى شقة محترمة تليق بمقام المليونيرة سلوى الغرباوي، ودي بقى مهمتنا مع جدي. المهم ان انت توافق على مبدأ عدم التقايد في مكان واحد. موافق، انما بقى طلبك التاني اسف ما اقدرش انفذه لك لانه يتنافى مع رجولتي، وانت عارفة ان انا راجل قوي. معلش يا رأفت، انا برضو لازم اضمن حريتي، انا ما اضمنش ممكن تغدر بيا في اي لحظه جنان. ممكن اراجع نفسي واحس ان انا غلطان واجيلك واقولك سامحيني، وما دام في حب ما بيننا اكيد هتسامحيني وهسامحك وهنعيش مع بعض على الحلوه والمر. لكن لو اديتك بقى حق تطليق نفسك هنعيش انا وانتي متهددين، هبقى حاسس في كل لحظة انك انت ممكن تسيبيني او تبعيني.
وانت هتحسي انك انت في ايدك سلاح ممكن تقتلي بيه حتى نفسك في لحظه عزه نفس او كرامه. عارف، بس على قد ثقتي في حبك على قد خوفي منك. اصل انت ما بتشوفش نفسك وانت متعصب. اصل انا مواليد برج الثور، بتنرفز بسرعه قوي، لكن برضو برجع واحده بسرعه قوي. رأفت، انا بحبك، ما عنديش اي شك في طيبتك وحنانك، لكن انا برضو عاوز احس بالامان. مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تحقق الامان لاي زوجين غير حاجتين، حبهم لبعض وخوفهم من ربنا. بتهيالي ان الشرطين دول متوفرين فيا انا وانت، يبقى ليه اخوك؟ طب توعدني لو الحياه بقت بينا وبقت مستحيله تسيبني اكمل حياتي بعيد عنك بالمعروف، وتستغل سلطتك دي وتجبرني على حياه انا مش عايزه اعيشها؟ هنفس فيكي شرع الله، المعاشره بالمعروف والمفارقه بالاحسان. خلاص، يبقى انا ما عنديش اي شرط تاني. انا بقى اللي ليا طلب عندك، الطلب دوت ممكن يضايقنا قوي في المستقبل، لازم اقوله عشان ارتاح. عارف، نصيبي في الميراث. صح صح، جدي قال لي ان هو لما كتب لك نص المزرعه انه كده يعني بيضمن لي حقي، على اساس ان انا وانتي واحد، وفي المستقبل محدش هيمانع ان انا اخد النص التاني. يا رأفت، انت فاكرني اقبل ان انا اكون مدير على جوزي؟ ابدا. وليه؟ انا لا بفهم حاجه ولا انا متسلطه. انا هبقى سعيده قوي لو انت خدت بالك من مصالحي وحفظت عليها من غير ما تتعبني، وانا كل اللي يهمني ان انا اكون سعيده معاك وبس. وانا وعدك يا روح قلبي ان انا هحقق لك كل السعاده اللي انت تتمنيها. مش هيفضل بقى غير حاجه واحده بس. يا ساتر يا رب، ايه هي؟ مامتك، ربنا يصبرني عليها. بس قولي لي بقى يا ست امال، انت ليه قلقانه من جوزك تاني؟ والله ماني عارفه اقول لك ايه، اقول لك ولا ما اقول لكيش. لا اقول لك، عشان انا لو ما قلت لكيش ممكن اطق اموت بحسرتي. ايه والله، ممكن يجرى لي في عقلي حاجه بطاله. شوفي يا ستي، الوليه اللي اسمها الفه دي معششه في دماغ راجلي عشعشه سودة، اني مش عارفه اطلعها من دماغه ولا بالطبل البلدي. انت عارفه ساعات اقعد اتكلم معاه كده وابص في عينيه الاقيها قاعده يا اختي ومستربعه ومبرقالي، ابقى هاين عليا احزق عينه عشان ارتاح منها وما اشوفهاش. اي والله. قلتيلي بقى يا ستي، فهمت انا دلوقتي. ايه يا حبيبتي، انت ما تعرفيش ايه تقعدي. صعب قوي القعده. طب هتعدل. خلي بالك لا تدي ايه. انا فهمت دلوقتي بقى انت ليه عايزه تعملي تغيير. ايوه، عايزه ارضي ضميري. اي والله، عايزه اشوف اخرتها معاه ايه عشان في النهايه ما يبقالوش حجه معايا. بس شوفي بقى يا ست امال، انت لازم تبقي واثقه في نفسك. الفه دي شيليها خالص من مخك، ما تفكريش فيها خالص. ولازم تعرفي كمان ان عاصم بيحبك كده من غير تغيير. حتى لو حبيتي تجربي التغيير جربيه، ولو ما سرحتيش فيه خلاص ارجعي لطبيعتك تاني، ما تتكسفيش من نفسك. الله، ده الناس كلها حبتك وانت كده. لا يكبر بخاطرك يا حبيبتي، يا سعاد، يا اميره، يا بنت الامراء. انا اسف جدا يا حماد بيه، معلش الوقت خني. عاصم بيه جاي ولا لا؟ انا كلمته وقال انه راجع من مصر ومش هيقدر يعدي على الديوان، وبطلب من حضرتك ان تتشرف في البيت عند الغرباوي. عايز يمضي معايا العقد، عقد بيع المحصول قدام ابوه، يبيع لمصنع حماد. وفيها ايه يا حماد بيه؟ لأن الغرباوي عمره ما هيرضى يبيع لي المحصول حتى لو دفعت له الطاقة 10. أنا عايز أتفاهم مع عاصم بيه لوحده، عايز أفتح معاه صفحة جديدة بعيد عن أبوه يا جبران. وهو إيه اللي بينك وبين الغرباوي بيه؟ الحقيقة معرفش بيكرهني ليه، مع إنه كان صاحب والدة الله يرحمه. لكن بعد ما مسكت المصنع وهو رافض يبيع لي أي حاجة من محصوله، بيبيع لي راضي أو غيره. على كده بقى عثمان نفس الفولة عشان اعمل حسابي.
عشان كده عايز استفرد مع عاصم لوحده واتفق معاه على المستقبل، واعرفه ان انا ممكن اساعده في الانتخابات وانجحه كمان مقابل انه التعاون بيننا يستمر طول العمر. يبقى تصبر وانا احقق لك مرادك، بس المهم ما تنسانيش. انساك ازاي؟ لو تم ليك مكافأة عظيمة عندي. ماشي، روح انت بقى شوف شغلك وانا اشوف شغلي واتصل بيك. الحمد لله على السلامة يا سيدي. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا سيدي. يا اهلا وسهلا، نورتوا. نورت بيتك يا سيدي. ازيك؟ الله يخليك. الحمد لله على السلامة. اتفضل. الله يسلمك. قول لي. ايوه. ذبحتوا الذبايح؟ اطمن يا سيدي. عشان اكل الناس والمعازيم. كله هيبقى تمام. الطباخ بيسويه واني دقت حتة طعمها زي العسل. انا بقول لك عشان المعازيم يا ولد. حاضر يا سيدي. الحمد لله على السلامة يا سيدي. الله، ايه اللي شايلاه على قلبك ده كله؟ في ايه؟ ايه ده؟ ما فيش، دول بطتين ووزتين الست سعاد نتفتهم لي وقالت لي خديهم دول زيارة ليكم ان شاء الله. هي ناقصة يا أمان. يلا بس بط ووز مصري يا عمي، بعدين زيادة الخير خيرين يا عمي. يا جدي. نعم يا ابني. بقول لحضرتك ايه؟ لما تيجي نلغي السبع ايام فرح دول ونخليهم يومين بس، اصل انا تعبت خالص ويوم ما يجي فرحي هكون خلصت. يا واد انشف يا واد، ده انا اللي اكبر منك بخمسين سنه، الحمد لله كده يعني صالب حيلي كده. يا جدي حضرتك من الجيل اللي تأسس صح، احنا جيل مفاستك. طيب يا اخوي سلامتك يا ابني. رافض. بعد اذنك يا جدي. اتفضل. حاج. انت رايح على فين؟ انا رايح على الفرنده. طب انا بقول ايه، هي فرصه برضو نكلم بهجت في موضوع الانتخابات. صحيح يا غرباوي بيه، عايزنا ندير العمليه الانتخابيه بتاعت عاصم مسؤول عن كل حاجه. هو في فرق يا باجت بين اني انا رشحتك لعاصم وان انا عايزك. شوف يا ابني، انا نفسي ومون عيني اشوف العيله دي كلها بتتلم حوالين هدف واحد. اداره العمليه دي محتاجه الواحد يبقى شويه حويط، يعرف يقرب البعيد، وانا شايف ان انت ما شاء الله حويطة باجت. يا ترى ده بقى مدح ولا ذم؟ مادام في الخير يبقى مدح. انا رشحتك والمسؤوليه في الاختيار تقع على عاصم. هيا لازم عاصم من هنا ورايح بقى يبتدي يعرف يشيل مسؤوليته جوه العيله، ويعرف ازاي يعين كل واحد في مكانه الصحيح. ها، ايه رايك يا بهجت؟ موافق، بس مش باعتباري موظف، باعتباري واحد من عيله الغرباوي وعاوز مصلحتها. وهو ده اللي انا اقصده واتمناه. يا غرباوي بيه، الانتخابات مش سهله، هتتكلف فلوس كتير. على العموم مدير الدعايه اللي انا هجيبه هيقول لك هتتكلف كام بالظبط، بس في النهايه كل شيء لازم يتبني على الثقه. شوف يا باجت، ما دام احنا عيله واحده يبقى لازم يكون في بينا ثقه، بس على راي المثل ما بيقول ان كنت اخوات اتحاسبوا. وانا ما قلتش لا، لكن امتى؟ بعد النجاح ان شاء الله. وانا حراهن عليك يا باجت. وانا مع بابا في كل اللي يقوله. اسمع يا عاصم، بعد اتفاقنا ده هتبقى معايا انا، مش مع الغرباوي بيه، وضروري هتسمع كلامي في كل حاجه اقولها لحد ما تظهر النتيجه. مش انت وبس، ده انت وعثمان والغرباوي بيه كمان. ايه رايك يا بابا؟ انا موافق، وادي ايدي اهي ونقرا الفتحة على الخاين وابن الحرام. بسم الله الرحمن. يا سلام، فتحة بعد الشبكي. الله، طب ما كنتوا تأجلوها لبعد الدخلة أحسن برضو.
لا مش عارفه اذا كان بابا هيوافق ولا لا. ثواني هساله. تسالي في ايه؟ مادي عايزني اروح لبيت جدي والمعازيم اللي هيجوا لنا هنا ما يلاقوش العروسه. يا ستي بروح لكم هناك بلقت بالدماغ. ايوه يا مادي خلاص بابا وافق انا هاجي لك حالا. بابا ايه الحكايه بالظبط؟ اصل سلوى رجعت وجدي قرر انها تتجوز معايا. يا سلام عليك يا عمي، اللي في دماغك لازم تمشيه. اسمع يا ابو ناح، احنا عايزين الاسبوع ده ننزل نفرش قط العروسه. لما عمي يقول انزلوا فرشوا نبقى ننزل نفرش. الله، هو عمك دماغه في ايه ولا في ايه؟ مش جايز ينسى ويقول لك ما قلتليش ليه ولا ما فكرتنيش ليه؟ لا ما اني سالته بحجه يعني او بنيه ان انا بسال على قايمه البيت، وخصوصا ان العفش اللي موجود في قلب الفيلا يعتبر بتاع ألفت، وحتى لو ما خرجتش من السجن هيعتبر بتاع ولادها، هي دي الاصول. طب ما هو ابنها جوزي يا بابا. اسكتي بلاش هبل، المفروض كل اشياء في البيت تبقى بتاعتك وفي قايمتك. والله ده انا افتكرت انها اوضه النوم اللي انا اخترتها بس. وانا برضه افتكرت كده، خصوصا يعني ان عمي دفع 100,000 جنيه مهر واوضه النوم، فاعتبرت ان كل دي قايمتك. كلام ايه ده يا عثمان؟ وانت وافقت على كده؟ جرى ايه هوليه؟ جرى ايه؟ انت عايزاني بعد كل اللي عمله عمي ده اتكلم معاه في حكايه زي دي؟ ده حتى تبقى قلت اصل مني. طب افرض يا ابو العروسه ان ألفت خرجت من السجن وقالت بيتي وعفشي، ساعتها هتعمل ايه؟ ايه؟ ألفت تخرج؟ تخرج ازاي؟ ازاي دي تسأل فيها امال اختك اللي بتنام تهلوس طول الليل بخروج ألفت من السجن؟ وزي ما هي بتعمل حسابها من باب اولى احنا كمان نعمل حساب خروجها، لان بنتك هتاخد ابنها. كلام ايه ده يا وليه؟ كلام ايه ده؟ ألفت دي راحت في 60 كشحة، دي تهم التحريض على القتل، يعني وقعت في مصيبة سودة سوادها ملوش آخر. بس هي فعلا ممكن تخرج يا بابا، أنا لما كنت بزورها أنا ومادي سمعت المحامي بيطمنها جامد قوي. ده كلام محامين، كلام محامين عشان يحللوا القرشين اللي هلفوهم منها. أيوة يا بابا، بس المحامي ده شوكت يعني قريبها مش هياخد منها فلوس، واللي أعرفه عنه يعني إنه محامي شاطر وبيفهم في القانون كويس جدا. يعني ايه الكلام ده؟ ألفت الحوتي ممكن تخرج من السجن؟ يا ليلى سوخه، ومين تاني تروح تعيش معاها بيت واحد؟ دي تاكلك لحمه نيه. ما تخافش عليا يا بابا، ده انا قرقش لك عضمها. ما خافش؟ لا يا روح ابوكي، ده انا خاف قوي، اخاف قوي قوي كمان. دي ألفت الحوتي، ألفت الحوتي ام 44 تقول لها يما. على كده امال ليها حق تهلوس بيه. يا ست عاصم طلق ألفت، وأمال لو فكرت في الحكاية دي تبقى هبلة. المشكلة دلوقتي إن بنتك هتروح تعيش هناك في بيتها، ولو خرجت من السجن هتروح تعيش مع أولادها. بس 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 يا ولاد الأبلسة يا ولاد ألفت، أكيد هم فكروا في الحكاية دي وهم اللي مدبرينها، والمصيبة إن إحنا صدقنا حكاية شغل المصنع والكلية. لا 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 لا, لا. ودين النبي الحكاية دي ما يتسكت عليها، حتى لو أدت المسألة إن الجوازة دي كلها تتفركش. عثمان استنى يا عثمان، رايح فين؟ حاجبك كده حاجبك كده يا ماما. ابي قابليني بقى لو الجوازة دي تمت. مادي وبوسينة بيحبوا مامتهم قوي، ممكن يبوظوا لي الجوازة عشان خاطرها. انت بتتكلمي بجد يا بوسينة؟ خلي شوكت لسه مكلمني من شوية صغيرة، وأكد إن موقف ماما اتحسن جدا ومش فاضل غير حبة رتوش يلمع بيها صورتها، وبعد كده البراءة مضمونة بإذن الله. رتوش يلمع بيها؟ انا مش فاهم منك حاجه. بص انا هكلمه احسن. اوعى، احنا مش عايزين قلق هنا، انا عايزاك تسمعني كويس عشان ننفذ الكلام اللي قال لي عليه. ايوه، هو طلب منك حاجه؟ حاجه مهمه جدا، لو عملناها يبقى ساعدنا ماما مساعده كبيره جدا عشان تاخد البراءه. عارف يعني ايه البراءه يا مادي؟ يعني هرفع راسي في الجامعه كلها قدام كل صحباتي وجيراني، يعني هيبقى ليا ام بدل ما ابقى يتيمه الام مشموقه. ايوه بوسينة صح، انت معاكي حق، براءة امنا هتفرق معانا كتير قوي. يبقى لازم ننفذ الكلام اللي قال لي عليه. ايوه، اللي هو ايه يعني؟ النيابه هتطلب امك البهجت كشاهد اثبات في القضيه يوم السبت الجاي، وخيلو شوكت بيقول لو بهجت حضر الجلسه هيبوظ عليه كل مرافعته. طب وده هنمنعه ازاي؟ ده بهجت ده لا يمكن يتاخر على حاجه فيها اذيه لماما. متهيألي انه لسه ما خدش خبر، لان لو الاستدعاء جاله كنا عرفنا. ايوه بس خلي بالك، بهجت ده لئيم جدا، ممكن يكون جاله وهو مخبي.
هو طول النهار في المصنع، ودي وظيفة جديدة النيابة ما تعرفهاش. يعني لو الاستدعاء جاله كان هيجي على البيت، وسلوى هتعرف ويبان عليها. وشوكت لسه عارف الموضوع ده دلوقتي؟ يعني الاستدعاء هيوصل يا النهاردة يا بكرة يا بعد بكرة بالكتير على البيت. يعني الفرصة لسه موجودة، نفكر في طريقة ما يروحش البيت حتى لو بحجة فرح سلوى. لا لا لا، الفكرة دي خايبة، لأنه كده كده هيروح شغله، وكده كده هيروح، ممكن يروح يلاقي عم عمران مستنيه بالاستدعاء. عم عمران الراجل ده مش هيتأخر عن أي حاجة تطلبها منه. يبقى أقول له إن بهجت بيه قاعد معانا في العزبة ومستني جواب مهم جايله. لا يا حسين، اهدي شوية كده واصبري، دي براءة ماما مش مستحملة أي غلط أو كسل. وفي نفس الوقت ولسوء الحظ ميعاد الجلسة نفس ميعاد صباحيتي أنا وناهد، يعني هبقى متكتف هناك. وما تنساش هتكون صباحية سلوى ورأفت برضو، يعني أكيد أبوها هيفضل هنا جنبها. لا طبعا، طنط سعاد هي اللي ممكن تفضل جنبها، هو عم عمران المنقذ. والحل في كلمتين، بهجت بيه سافر، واكيد مش هيستلم الاستدعاء. ولو العسكري طلع الشقه مش هيلاقي حد ويقول لم يستدل عليه. يبقى فاضل ان طنط سعاد ما تروحش، ودي بسيطه، سلوى تمسك فيها. اه الحمد لله كده اتقفلت، عم عمران يرفض الاستلام والشقه فاضيه ما فيهاش حد. نسينا. إيه؟ نسينا حاتم الاستاذ المذيع، هو ده بقى مش هيسيب البيت ابدا. يعني ايه يعني؟ هنفشل في مهمه بسيطه زي دي فيها حياه امنا ومستقبلنا وسمعتنا؟ ما تنكش في الرماد يا عثمان، النار لسه ما صفيتش. فانها هتفضل قايده يا عمي وهتولع تاني، عشان كده بقول لك ما تنكشي وترملها اللي يشبط فيها، عشان النار تقيد من اول وجديد. وعشان كده بقول لك ما تنكش. خايف على بنتي يا عمي، خايف عليها الا تتغرس فيها وتحرقها. عمك مش نايم ومحاوط عليها كويس قوي، ولو رسيت ان انا ابيع الفيلا عشان اخمد النار هعملها. المهم انت ما تعولش هم بنتك، انا اتفقت مع عاصم ابني انه يفتح لها حساب في البنك ويحط لها رصيد بقيمة بقية عفشها، عشان هي بقى تعيش كده وقلبها جامد وما تخافش تعيش مع جوزها من غير خوف من حماتها. قادر ربنا يحمينا منها ومن شرها وياخد اجلها. طب قول لي بقى يا عثمان، انا عايز اسالك سؤال بصفتك فلاح ابن فلاح. لو عايز تنظف ارضك قبل الزرعه الجديده هتعمل ايه؟ هحرتها واديها ورايا كدابه. عشان أي بذرة مدفونة في الأرض تظهر على السطح كده أنزع أنا شرها وارميه. كلامي مظبوط ولا مش مظبوط؟ عندك العيب يا عمي. أهي ألفة دي هي البذرة الشيطاني اللي اتزرعت في أرضي أنا، عشان أحصد خيرها وخضرها واخلص من جذورها الخبيثة اديها ريا كدابة واستنى واصبر عليها شوية، اول ما تطرح خضرها وخيرها احصده وارمي جذورها الخبيثة وانسعها. اهم احفادي هم خير الارض دي وخضرها اللي انا مستنيه. ايوه بس البذرة هتنام مستخبية في الارض. مظبوط، بس مش هتنبت تاني، هتفضل مدفونة في الأرض وتعفن، ولو نطت وطلعت على وش الأرض الشمس تموتها، تنشفها وتموتها. وفرق بقى إن خيرها دي طلع شيطاني زيها. هرويها ريا حلال، حط
تطرح بالحلال. حاول ايه يا عمي؟ حاول ايه؟ يا بختنا بيك. لا تقول يا ابني ولا تعيد. يلا نادي على ابن عمك وجوز بنت عمك والعرسان، ونروح الليله التانيه في الصوان الا زمانه اتملى بالمعازيم. ربنا يجعل ايامك كلها افراح يا عمي. يا رب. وحامد منورين يا ليلي بحلاوة الود لما يكون على الطيب يشبه لورد الندى والمسك والطيب ومراكب الود جاية تود على الطيب يا عم سيب الوحش وامشي مع الطيب تبقى وحش يلي ابوك يلي ابوك طيب يا معاشر الناس ارمي اساس على الطيب وازرع جميلك ولا تندمش على الطيب عاصم بيه راجل اصيل وطيب عاصم بيه راجل اصيل وطيب واوعى تمشي مع الوحش وتقول عليه طيب يا يا راجل البر والإحسان طبعا فهمينه انتوا عارفينه عاصم بيه انتوا عارفينه راجل البر والإحسان طبعا فهمينه كله رجولة عاصم بيه كله شهامة عاصم بيه كله رجولة عاصم بيه كله شهامة عاصم بيه انتخبوا مين عاصم بيه ونبكم مين عاصم بيه انتخبوا مين عاصم بيه ونبكم مين عاصم بيه الدايرة لمين عاصم بيه يا بابا رايح على فين؟ ايه يا عمي؟ بابا حد زعلك؟ يا ابني ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. انا مش هضيع الثواب بتاع الصدقة بإني أطلب من الناس ينتخبوا ابني، زي ربنا ما قال كالذي ينفق أمواله رئاء الناس. صدق الله العظيم. لو سمحت معلش اعتذروا للناس، أنا مش هقدر أقعد أكتر من كده، لازم أمشي معلش. طب جدي تسمح لي أوصلك؟ لا رأفت معلش أنا اللي هوصل جدي. اتفضل اتفضل يا جدي اتفضل. خلي بالك من جدي. يا بابا ايه اللي زعل جدا؟ عايز بس يا جدي ما تدخلش البيت تطلع اوضتك تنام شويه. ده انت شكلك تعبان ومحتاج ترتاح. انا اصلي لو دخلت البيت الضيوف هيتكسفوا مني وهيمشوا، واكيد فيهم اللي جعان وما اكلش. انا احسن امدد هنا شويه على الناس ما ياخدوا واجبهم. طب بقول لك ايه، طب ما تخش البيت وتقوم طالع اوضتك على طول، واذا حد قام قول لهم يا خليكوا يا جماعه زي ما انتم ما حدش يقوم. شوف يا ابني
دول اهل بلدي وانا عارفهم كويس قوي، وهم كمان عارفيني كويس قوي. هيستحوا مني يبقى انا كمان استحي منهم واصون كرامتهم. طيب يا جد استاذن انا بقى. اتفضل يا ابني. السلام. مادي امر يا جد. ممكن اتكلم معاك كلمتين يا ابني؟ سلام، انا تحت امرك. ست والدتك لو خرجت من محنتها براءة، انت تعمل ايه؟ اديك انت قلتها يا جدي، براءة، يبقى ازاي اعاقبها انا؟ بالعكس انا هفرح بيها جدا. ده حقك يا ابني، لكن بالنسبة لي انا انت عارف كويس قوي ان الامور كانت وصلت بيني وبين الست والدتك لحالة صعبة قوي. ولو طلعت براءة يا جدي مش هتسامحها عشان خاطرنا؟ اسمح لكم انكم تودوها وتشوفوا طلباتها، لان ده حقها عليكم. افهم من كلامك يا جدي ان امي لما تخرج مش هتعيش معانا؟ تعيش معاكوا زي ما هي عايزة، بس بعيد عن اي حاجة تخصني انا. امال هتروح فين يا جدي؟ تشتري لها شقة تعيش فيها بعيد، ولو احتاجت اي فلوس انا تحت امرها. لا طبعا يا جدي، انا ما اقبلش ان امي تعيش لوحدها، ما احنا موجودين ومحتاجين لها. ده كلام سليم يا ابني، بس برضو تضمن منين ان رايها ما يتغيرش مع الوقت؟ جايز مع الوقت هي تفكر بشكل مختلف خالص، يعني جايز تفكر انها تتجوز مثلا. نعم تتجوز؟ لا يا جدي، لا يمكن اسمح لها تعمل حاجه زي دي ابدا. طب بس هدي الامور، بلاش العصبيه دي وفكر تفكير موزون شويه. لنفرض يا ابني انها فكرت في يوم من الايام تتجوز، ما تتجوز، بس تروح تعيش في شقه بعيد عنكم. من هنا لغايه المحكمه ما تحكم يحلها ربنا يا جدي. ونعم بالله. خليك مع الله يا حبيب فيك جميع الناس، خليك مع الله يا حبيب فيك جميع الناس، واطلب من الله ولا تمدش ايديك للناس، خليك انسان وقلبك فيه حنان للناس، بالجنة من غير حب. يا عاصم بيه، يا عاصم بيه، انا مصدقك هنا وصرت انسان احنا عملنا حنان. انا بطل من عقولك يا ابني، ده حنان ايه؟ انسى جمايل الناس. طب مستعجل ليه؟ ما تاكلها بكره، ده حرام. ده حرام يا بيه، كنت نشيل والمصانع اللي بتحبه صغير وعسل. لكن الشم بروحه ويبدي كل الناس. هما موافقين على كل بنود العقد اللي كان بيعملها راضي. زيادة خمسين في المية يا بيه، لكن ملهاش ضمير يا ناس، بيسعدوا نفسهم على حساب الناس. وادي امضيت يا سيدي. واغلى شيء عندهم اللي وادي الشيء بتاعهم عمر، وحسدوا الغلابة. ايه ده؟ ما شاء الله، مستحق الدفع بكره كمان؟ امال ايه يا بيه؟ انت حسن وقدرهم يا باشا، عشان حضرتك تتعامل معاهم وتسيبك من المصانع بقى. هيحصل ان شاء الله. طب خد وبضيف الشيك ده على حساب الغرباوي بكره في البنك ان شاء الله. وبعد اذنك انا هسمح لهم يدفعوا الغرباوي بكره، هم يدفعوا الحصول بتاعهم. اعمل الصح، اعمل الصح يا كبران، ويلا اطلع من دماغي، اطلع من دماغي خالص وشوف حالك. سلام يا كبران. يا باشا 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 حب نفسك، ده المثل بيقول اللي انت بتحب نفسك، ده المثل بيقول من حب نفسه ضروري يكرهه. وانت تليفونك مغلق على طول كده؟
ايه يا جبران؟ سبع ولا ضبع؟ حيود وبلعته في ثواني، مضيت العقود وسلمت الشيكات كمان، يعني تقدر من بكرة تؤمر رجالتك وعمالك ينزلوا غيطان الغرباء. عفارم عليك يا جبران، عفارم عليك. خد دول علشانك يا جبران. ايه ده يا حماد بيه؟ مش ده اتفاقنا؟ وانا لسه جمعت حاجة. بعدين يا جبران. ماشي يا حماد بيه، بس اعمل حسابك ان بلعبة مني ممكن افسخ العقد ده. هتبقى لعبة خايبة هتضيع فيها عمرك. زق عجلك. ماشي يا حماد بيه، انا ماشي في انتظار بقية حق. مع السلامة. والله وحطيت رجلي في ارضك يا غرباوي.